يا سلام يا سلام، ايش اللي قاسها؟ ايش اللي قاسها؟ هاي احمر اخضر اسود قال. ايش اللون هذا؟ افريقي هذا؟ لسه على الزهري، ده حق على الزهري. والله انا خرج البس زهري لمو، والله لو يشوفني ابوي بتجري مو يعرف يثبتني. لسه ابيض ازرق. والوين صاحب المحل؟ وين صاحب المحل؟ ده حق على القياس احمر. حسبي الله ونعم الوكيل يا معلم. ويا اخوي، وينك انت اخوي؟ تفضل اخي تفضل. يا هلا اهلا وسهلا تفضل. اهلا عمو، شلونك؟ على راسي تفضل. هاي مين شات لك اول؟ ليش بطولك مكشوف؟ اخي هيك الموضه، هيك الموضه، هيك لا حدا يقاتلني وانا شو هي الموضه هيك. ايش الموضه عندك؟ تفضل. ايش لازمك؟ ايش اللي قاسي هاي؟ ده هاي موضه سملية او هاي؟ خي ما علينا، انا بدي قلابيه وسروال صوف. عندك؟ لا والله ما عندي اخي. هي انا عندي الكنزات هذول كلها سوارات يا اخي. العالم بتلبس من هيك شيء؟ ايش قلابيات؟ ما ضل موضه قلابيه. بالله عليك هاي سملية، هاي عز هاي كنزات؟ لك هاي شو؟ هاي لبستها للجريه، يقولوا يفكروني بس او تشلب يا معلم. هاي يا اخي ابوس ايدك اذا بس فتحت بحدا، بدك تشتري ولا لا؟ ابوي ضحك، اذا تضل هيش ولا بعمرك ما راح تستفتح. العم ايش اللي بمو ظهر؟ شو اللبس اللي هذا؟ ايش هذا؟ من شفا هاي ولا بشكيره؟ لك حبيبي كنزه كنزه هاي. تفضل تفضل. هاي سعرها 80 ليره، تفضل. 80 ليره؟ ايه 80 ليره. سيلك. وكل عقلك راح تاخذ الكنزه هاي؟ كويسه يا اخوي. بعد ايش اللي قاس اللي لابسينها؟ ما تسعى لحالك لابسين موضه موضه موضه. هذا بطوله مكشف مسميها موضه؟ ايش الشباب هاي؟ صرف عليك. طول بالك اخي، طول بالك بس طوالي. هي ما ايش هذا صاحب المحل ولا انت صاحب المحل؟ انا صاحب المحل. خلينا ايش بدك بالعالم؟ خلينا ايش بدك بالعالم؟ ايش تلبس ما تلبس؟ وقف وقف، ايش بدي بالعالم؟ هاك ابوي روح خيط لي بنطلونه. مشان ايش هاي؟ ده حد لبس لي بنطلونه. هذا موضه موضه. ايش حبيبي هاي موضه موضه. جيتك انا جاي اشتري ولا؟ السلام عليكم. ما انت ما اخذ الليره، خذ الليره. خيو حبيبي هاي شورتك الا لا؟ انت ايش بدك تشتري؟ انا بدي قلابيه وفروه. حيا لا قلابيه عندي ولا فروه. الله معك، يلا الله معك، يلا. حبيبي شو فكر حالك؟ رح اروح من هين؟ الله وكيلك ما رح اروح من هين الا العجيان تلبس شيء مرتب يعني. لابسين واحد كل واحد بنطلون مكشوب، هاي كنزه وعلى العجي حاط لي حلق هين. انت عجيه ولا شب يا ولد؟ عيب عليك مستحم. لقاسه لقاسه. ايش اللي قاسه؟ علي حاله لاخوي انا يعني لابس اللباس هذا مو كشمو انا. لك اخي ابوس ايدك لسه بس افتحت بحدا، روح لعني شو ما بتلف فيك. ابوي ضحك، والله راح تستفتح على اللباس هذا، على البنطلون المكشوم هذا. لك حبيبي انت ايش بدك؟ ما عندكم فتلة امك تخيط لك المكشوم ها؟ لك حبيبي هاي موضة 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 موضة.